أنا أعتقد بأنه بث الحياة في هذه الأماكن عن طريق الدراما وعن طريق المهرجانات المسرحية هو عنصر جذب للسياحة بطرق تفكير خارج الصندوق، بطرق غير تقليدية، بحيث أنه إحنا من خلال هذا الفن نشجع السياحة ونسلط الضوء ثقافيا وتاريخيا ومعرفيا على أهمية هذه المواقع السياحية، مما يجذب أكبر عدد ممكن من السياح، لأنه الطريقة التي اتخذناها هي طريقة جديدة ومبتكرة وغير مكررة.